بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. أنا نرجع لموضوع خراب الشام. قلت في بداية تقريبا 2010 تقريبا تحدثت، وزدت تحدثت في بداية 2011، قلت يا ناس الشام في رهان، لأنه الاستعمار عمل كل ما في وسعه من بني إسرائيل إلى الحروب الصليبية في يصب كل مكان ذاك تحت سلطته. بنو أمية ومن دأب على خطاهم اللعينة خلاهم المكان ذاك مهيأ باش يكون أغلب الأحيان في قبضة أهل الخسارة والعدوان من صهاينة وكنائس وكرب هناك. لو معاوية بن أبي سفيان اش بيختار المكان هذاك ينقل فيه الخلافة؟ لا، ومش عنده أشياء جربها هل يكون يعني يميل أكثر للروم أكثر من صدقه مع رب العرب والروم، يعني وربي وراه اللي عملوا هذا لم يقصد ببناء إسلام بل استغلال الإسلام ليوسع ملا نطاق الأرض اللي مش يملكها، وهذا الحساب ده حساب الغافلين حساب الخاسرين. ورينا بعد أكثر من تحويل ما ينسانا كيف ربي شتت ومزق بني أمية لأنهم اعتدوا على الرسالة واعتدوا على آل البيت عليهم رضوان الله، وتفنوا في إسكات صوت الإسلام عن طريق اضطهاد آل البيت خاصة الروس الكبار من كيف الرضا عليه رضوان، وكيف سيدنا حسن عليه رضوان، وكيف سيدنا الحسين عليه رضوان، والكلهم الروس الطيبة دي الأبية ما عندها حد شيء بنا تسبب في الاعتداء عليه. إذا بنو أمية هم في فسطاط العدوان على الإسلام، وذاك علاش كانوا في نهاية المطاف من الناس اللي حازوا على رصيد كبير وافر من الخسارة وسوء الصيت، لا نذكرهم في معظمهم إلا بما يليق بهم من أهل الشر وأهل الطغيان وأهل العبث بالإنسان. وبعض جيبان بنو العباس، وأنت ماشي العباسيون وما أدراك تفننوا، وحتى هذاك هارون الرشيد منين جاتك سيبة الرشيد النعت هذايا؟ هل أنت تستحق حقا ولا تباهي به بظلم وعدوانا وكما تقولتي تضلل فينا بأنك رشيد؟ الرشيد لا يترك الريادة في قومه أو في عائلته، قال اللي مش يخلفني ومش تبايعوه هو ابني يزيد، وإحنا أهل الإسلام نلعنه ونزيد في لعنته لأنه بصراحة ليس له حق بأن يكون أصغر الناس في أمة الإسلام، كان عابث حتى يوصل على ما أظن يوصل يصلي بالناس اللي يتزلفوا له يصلي وهو سكران، ألا لعنة الله على الظالمين وعلى العدوان على الإسلام.